أهلا بكم في فيديو جديد من الموسوعة العربية الشاملة. اليوم رح نتعرف عن فوائد شرب الماء بكثرة للصحة، تابعوا معنا. أولا، يعزز القدرة على أداء الأنشطة البدنية، حيث أنه يعمل على الحد من الشعور بالإجهاد وزيادة القدرة على التركيز وتنظيم درجة حرارة الجسم. ثانيا، يقوي صحة الخلايا العصبية، كما بين أحد الأبحاث أن انخفاض معدل سوائل في الجسم لدى الذكور بمعدل 1.5% تتسبب في سوء الحالة المزاجية وضعف الذاكرة العامة، كما أدى إلى الشعور بالإرهاق. ثالثا، قد يساعد في علاج الصداع، فقد بينت إحدى الدراسات أن شرب الماء بكثرة يساهم في الحد من معدل الإصابة بنوبات الصداع. رابعا، قد يدعم القدرة على التعافي من الإمساك، نظرا لأن عدم إمداد الجسم باحتياجاته من الماء يرفع مخاطر الإصابة بالإمساك لدى الشباب والبالغين على حد سواء. وأخيرا، يساهم في ضبط الوزن، ويعود الفضل بذلك إلى مساهمة الماء في تعزيز القدرة على ضبط الشهية، بالإضافة إلى مساهمته في خفض معدل السعرات الحرارية المستهلكة بشكل كبير. وكما قيل، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. نتمنى أن نراها دائما على رؤوسكم. دمتم بعافية وخير. انتظروا منا المزيد على موسوعة.com. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أنكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو، وأيضا تقدرون تتابعونا على السوشيال ميديا انستغرام، فيسبوك وتويتر.